السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وصحة وسلامة. النهاردة معانا قراية فنجان برج الدلو. احنا عملنا جميع الابراج، فاضل لينا برج واحد اللي هو الحوت، والنهاردة معايا الدلو. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد، واهم حاجة تفعلوا الجرس علشان خاطر الناس اللي بتسألني. فيا جماعة انتوا لما تفعلوا الجرس كل القرايات ان شاء الله بإذن الله هتوصل لكم جديدة واحدة واحدة. دلوقتي هنفتح مع بعض قراية فنجان برج الدلو. طبعا ما تنسوش تكملوا الفيديو للآخر علشان خاطر آخر الفيديو بنقول الرسالة بتاعة البرج ايه. هنقول بسم الله دلوقتي. برج الدلو، اول حاجة انت حزين، حزين جدا جدا جدا. لون فنجانك يا برج الدلو بيدل على الحزن، فانت انا شايفة ان انت يا برج الدلو حزين، انت ما عندكش راحة خالص. ايه السبب؟ انا مش عارفة، بس انت شايفة ان انت تعبان جدا نفسيا صحيا، دايما بتعاني، دايما يا برج الدلو بتعاني، بتعاني صحيا، دايما بتشكي نفسيا، نفسيتك متدمرة. انت يا برج الدلو عندك حيرة مستمرة، انت دايما عايش في دوامة، عايش في صراع مع نفسك، دايما وحيد، دايما بتكون لوحدك، دايما يا برج الدلو بتكون لوحدك، انت اصلا عايش في الوحدة. بيجي عليك وقت يا برج الدلو بتحس ان انت عايش في كوكب تاني وفي عالم تاني لوحدك، وحس انه مفيش حد معاك، دايما بتحس بالوحدة يا برج الدلو. وكمان اكتر حاجة تعباك ان انت حاسس نفسك ان انت وحيد، وان انت دايما حيران، عندك تفكير مستمر. انا شايفة ان بعض برج الدلو عندهم تفكير مستمر، عندهم حيرة لا تقارن بحاجة تانية. فبلاش يا برج الدلو الحيرة المستمرة زي ما قلت لك والتعب، علشان انت ما بتتعبش غير نفسك وبتتعب صحتك، وشايفة ان انت صحيا تعبان جدا من التفكير ومن الافكار اللي هي دايما بتيجي على دماغك دي، بلاش. عندك يا برج الدلو طريق انت ماشي فيه، انت مبين لك ان هو نجاح، بس هو مش نجاح خالص. شايف ان هو مش كويس الطريق اللي انت ماشي فيه ده، والاحسن ليك ان انت تتراجع وترجع. يعني ممكن تكون ماشي ورا حد بيدلك على الفساد. بعض برج الدلو لو راجل ماشي ورا ست عايزة تخرب بيتك، بتدمر حياتك، ومن الحاجات دي، فالاحسن ان انت تبعد عن السكة دي خالص. عندك يا برج الدلو او حصل عندك او هيحصل، حصل عندك خسارة كبيرة بسبب اشخاص او بسبب حاجات معينة، حصلت عندك خسارة كبيرة او هتحصل خسارة عندك كبيرة، بس للاحسن ان انت تاخد بالك وتاخد حذرك جدا. عندك حاجة فقدتها وندمان عليها، او حاجة عملتها وندمان عليها جدا يا برج الدلو. شايفة ان عندك خبر حلو، عندك انت بانتظار بشرة، بشرة مولود جديد، بشرة فرحة، بشرة خير، بشرة رزق، بشرة حاجة كويسة جدا، بس هتجيلك يا برج الدلو بعد صبر وبعد تعب وبعد ادعية كتير انت هتدعيها. يعني انا عايزة اقولك يا برج الدلو ان انت ما تفقدش الامل، خلي املك خلي املك موجود علشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه. اثق بالله ولا تثق في عبد، اثق في ربنا بس، وما تثقش في اي مخلوق على وجه الارض يا برج الدلو، علشان ده خاطر دايما بيسبب لك مشاكل ودايما بيسبب لك تعب. يا برج الدلو انت في حاجة عملتها وندمان عليها، مش ندمان عليها، انت غلطت غلطة كبيرة جدا، تقدر تقول كده غلطة عمرك. انت يا برج الدلو غلطت غلطة عمرك، والحد الاو الغلطة اللي انت غلطتها دي فتحت ابواب عليك كانت مقفولة، فتحت دنيا تانية، فتحت كلام ناس حواليك وعليك وضدك، فتحت دنيا تانية عليك يا برج الدلو بسبب الحاجة الخطأ اللي انت عملتها في حياتك، خليت كل الدنيا بتتكلم عنك. انت يا برج الدلو يا فتاة دايما بتتعبي، دايما عاطفيا متدمرة، دايما عاطفية فتاة الدلو متدمرة جدا جدا جدا. شايفة عام فتاة او راجل عندكم دايما
عاطفيا دايما بيبقى عندكم خسارة في العاطفة، عندكم انفصال، ما عندكمش عدم استقرار خالص يا برج الدلو. عاطفيا شايفة ان انتم متدمرين جدا، مفيش راحة خالص، او مع الشريك مفيش راحة، لو متجوزين مفيش تفاهم، او بعض برج الدلو بيحبوا ناس ومش قادرين يكملوهم، او بعض برج الدلو حصل عندهم فراق او هيحصل. فعاطفيا انا شايفة ان انتم ما عندكمش عدم استقرار يا برج الدلو خالص عاطفيا. وشايفة كمان انه في بعض برج الدلو عندهم فرحة حلوة بسبب عندهم فستان ابيض، عندهم خطوبة، عندهم فرحة حلوة ان شاء الله باذن الله. طبعا ده بعض برج الدلو مش على الجميع. ان شاء الله باذن الله في مشروع حلو جدا انت بتسعي علشان تمضيه وعلشان تحققه، بس انا شايفة ان شاء الله باذن الله عندك رزق جاي لك وقريب جدا ان شاء الله. انت اتطعنت كتير جدا يا برج الدلو، اتطعمت كتير جدا او اتخدعت او اتخنت كتير جدا. بعض برج الدلو عندهم نجاح، عندهم نجاح في حاجة كويسة جدا هم بيسعوا عشانها. برج الدلو طفشانين من المكان اللي هم فيه وعايزين تغييره بأي طريقة او بأي مكان. المكان اللي انت فيه يا برج الدلو مش عاجبك، عايز تغير سكن، تغير مكان، تغير حياة كاملة. انت اصلا يا برج الدلو بتقول يا ريتني ما اتولدت او يا ريتني ما كنت موجودة على الدنيا. انت حزين، انت متدمر يا برج الدلو، حزين جدا. بس انا شايف انه عندك فرحة وعندك انفراجات، عندك ماديا رزق، عندك مشروع هيتوقع. بعض برج الدلو عايزين يغيروا المكان اللي هم فيه، عايزين يغيروا السكن، وفي منهم بيفكر في سفر، بيفكر في توقيع خارج البلد او او مسكن خارج البلد. فانا شايفه ان انت عندك حاجات جميله جدا يا برج الدلو. بس انا شايفه ان انت ما عندكش عدم استقرار حاليا خالص. دايما ان ما عندكش استقرار، انت مش قادر تحصل على الاستقرار بسبب حالتك النفسيه وبسبب المشاكل اللي انت فيها والدوامه والغلطه اللي انت غلطتها فتحت عليك ببان كتيره جدا، وبسبب الحوارات اللي دايما بتحصل والمشاكل والحيرة المستمرة اللي ببالك والتعب الصحي. فانت حاسس نفسك ان انت ما عندكش عدم استقرار خالص، وزي ما قلت لك عاطفيا فانت متدمر. بس بعد برج الدلو عندكم رزق، عندكم فرحة، عندكم حاجة حلوة جدا ان شاء الله باذن الله، بس بعد تعب. بعض برج الدلو عايزين ينتصروا. مشكلتك يا برج الدلو او انت عارف في حد في حياتكم يا برج الدلو دايما بيحور عليكم وبيكذب، دايما بيحور عليكم وبيكذب، وساعات بتصدقوه وساعات لا، بس عارفين ان انتوا ان هو بيخدعكم. عندكم حد في حياتكم بيخدعكم يا برج الدلو، وبالذات لو انت فتاة، عندك شخص من اللي انت مرتبطة بيه او من اللي انت عارفاه دايما بيخدعك، دايما بيكذب عليك وانت شاكه فيه بس مش متاكده. بس انا بحب اقول لك ان شككم في محل، في حد فعلا بيحاول يخدعكم وبيحاول ان هو يوقع ما بينكم وما بين اشخاص عندكم. عندك تحقيق حلم يا برج الدلو انت بتسعى عشانه، وزي ما قلت لك انت في بيبان كتيره جدا هتتفتح قدامك، ابواب رزق، ابواب سعاده، ابواب حاجات كتيره جدا كويسه. بس ابعد عن التوتر والحيرة والتعب يا برج الدلو، علشان خاطر انت يا برج الدلو في حد في حياتك، في شخص او في فتاة او في حد في حياتك يا برج الدلو بيحبك وبيعزك جدا وبيسعى معاك على الخير، هو ده اللي هيزقك على الطريق الخير اللي انت هتكون ماشي واعمى عنه. انت يا برج الدلو بتبقى شايف الطريق صح، بس في حاجة منعاك، حاجة بتشدك لورا، بترجعك 1000 خطوة لورا، وبتبقى عارف ان الطريق ده صح، بس انت يا برج، بعض برج الدلو ماشيين ورا واحده ست، ورا حد بيحاول يخرب حياتهم، ورا لو انت فتاه عايزه بتسمعي لجوزك، فانا شايفه انه في حد بيحاول يخرب حياته وهو كانه مش عايش، او كانك انت يا فتاه الدلو عايشه في دوامه وفي حد بيحاول يخرب حياتك. للاحسن ان انت تحذري او انت تحذر. زي ما قلت لكم بعض برج الدلو عندكم مولود جديد، عندكم بشاره حلوه ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي جايه يا برج الدلو عايزك تخلي بالك من نفسك جدا وتخلي بالك من صحتك، علشان عندك طعنه هتاخدها ومش هتاخد غيرها من حد انت بتاكل معاه عيش وملح. الطعنه دي انت اخدتها او هتاخدها،
الطعنة دي يا برج الدلو مع أشخاص أنت بتاكل معاهم عيش وملح، هتشوفهم بعينك بيوقعوا لك بيفحروا لك في الفخ اللي هم عايزين يوقعوك فيه. لو ما أخدتش بالك وما رجعتش 1000 خطوة عن الطريق اللي أنت بتكمل فيها هتاخد الطعنة يا برج الدلو. وبص هتقول أنا انتهيت، أنا انتهيت، وساعتها بحرك هيكون فاضي ومش هتحس بأي حاجة تانية. والضربة اللي هي ده لو الكلام ده انت ماشي في الطريق يا برج الدلو اللي فيه الطعنة دي بس انت مش واخد بالك، هيجي حد ويحذره، هتيجي حد ويتكلم معاكم ويقول لكم ارجعوا وانتوا مش هتسمعوا، بس هيجي حد تاني وهيتكلم معاكم، سمعتوا احسن، ما سمعتوش هتتضربوا يا برج الدلو. والاحسن لكم ان انتوا تخلوا بالكم الفتره اللي جايه من ناس داي انتوا حزانه، انتوا يا برج الدلو دايما دايما بتحسوا بفقدان الامل، ما عندكمش امل في اي حاجه، دايما بتطلعوا خطوه بترجعوا، بتطلعوا بترجعوا، خلي عندكم صبر، عندكم فرحه حلوه ان شاء الله. عندك حد يا برج الدلو عامل زي الاسد، حد يا برج الدلو عامل زي الاسد بيحاول يطعن فيك. انا رايد فنجانك يا برج الدلو خالص مش عجباني، بس حابه اقول لك باختصار كده، عندك توقيع سفر، عندك فرحه حلوه ان شاء الله، عندك بشره خير ماديا، عندك رزق، بس انا شايفه ان انت عاطفيا يا برج الدلو بصراحه مش كويس خالص، ونفسيا تعبان جدا وصحيا، فانا شايفه عندك تعب كتير جدا يا برج الدلو. وانت دايما بتتعب، فتاة الدلو او راجل الدلو دايما بيتعبوا علشان خاطر يجيبوا الرزق بتاعهم ويحققوا احلامهم. الاحسن ان انتوا تخلوا بالكم من صحتكم يا برج الدلو ان شاء الله باذن الله. دلوقتي مع بعض هنشوف رساله برج الدلو بتقول ايه، نختار ورقه مع بعض وكلنا ندعو ونقول رساله برج الدلو. برج الدلو زي ما قلت لك عندك رزق بس بعيد شويه، عندك رزق حلو بعيد شويه، يعني تقدر تقول ربنا بيقول لك يا برج الدلو اتعب وسعى وانا هحقق لك رزقك، اتعب وسعى وانا يا برج الدلو هحقق لك رزقك، بس انا عايزه اشوف صبرك هيوصل لحد فين. كل حاجه بالصبر، كل حاجه بالمجهود والتعب، مفيش حاجه بتيجي مره واحده. يا رب تكون استفدت من قراءة برج الدلو، وان شاء الله بإذن الله ننزل قراءة برج الحوت وجميع الأبراج. احنا نزلنا القرايات لأي حد عايز يسمع القراية بتاعت جوزها حبيبها خطيبها، احنا نزلنا جميع القرايات يا جماعة على القناة. ويا رب يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبتكم القراءة.